هنا في شمال غزة المدمر تماماً كانت المنازل يوماً تزخر بالحياة داخلها، فالمدينة أصبحت عبارة عن أمكنة حزينة مخضبة بالدماء ومتشحة باليأس، ترتسم ملامحها عبر حواريها وأزقتها المهدمة كأنها نهاية العالم. ورغم ذلك رفض سكان الشمال المغادرة رغبة منهم في الموت بكرامة داخل ما تبقى من منازلهم. لا، خلينا نموت هان في بلادنا، أشرف لنا في أرضنا، هان أشرف لنا، وين بدنا نروح؟ اللي طلع مخنوق واللي قاعد هان منكوب. لم يعد أمام الفلسطينيين ما يخشونه، فلقد رأوا شلالات الدماء وفرق بينهم وبين أحبابهم، بل وحرموا من وداع لائق لشهدائهم. ورغم ذلك تعاهدوا بعدم مغادرة الشمال، فكيف لمن رأى هذه الأهوال أن يخشى مواجهة الموت الذي تحلق أجنحته فوق رؤوس سكان القطاع؟ احنا مش راح نطلع من الشمال، وراح نضلنا صامدين في الشمال إن شاء الله رب العالمين، لأنه الكاتب الله بصير، لا بتخوفنا إسرائيل ولا غير. وبضيع وقت في الهدنة في الشغل للناس، لأنه في الشيء العيش صعب. وما زال أطباء شمال غزة يخلدون أنشودة التضحية والعطاء رغم مشاهد القصف المستمرة للمستشفيات وسقوط عشرات الشهداء منهم في ملحمة تشاهدها الإنسانية جمعاء. أنا شخصياً رافض أطلع من الشمال ككل، لأنه اتصلنا إصابات يعني بأعداد هائلة جداً، وما فيش كوادر طبية ولا كوادر تمريضية تستقبل الإصابات هذه. إنها نماذج إنسانية لمكونات شعب صامد اتفقوا جميعاً على التشبث بأرضهم، بينما يترقب جيش الاحتلال استئناف عدوانه وسط آمال فلسطينية ودولية لإنهاء هذا الكابوس المرير على شعب فلسطين المحاصر.